شمال الباطنة، المحافظة الأكثر سكاناً بعد العاصمة والأكثر تنافسية بمنطقتها الصناعية والحرة، والمتفردة لوجستياً بمطارها ومينائها الحيوي وشبكة طرقها المتكاملة. أهلاً وسهلاً بكم من مدينة العراقة التي يفوح من جنباتها عبق التاريخ العاطر وتزهو بمنجزات الحاضر وتطلعات المستقبل. أهلاً وسهلاً بكم من صحار، قلعة الأمجاد وبوابة الفرص ومرسى الجمال. رحبوا معي بسعادة محمد بن سليمان الكندي ضيفاً على الشباب. أهلاً أهلاً وسهلاً بك سعادتك، حياك الله. يا مرحبا وسهلاً. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من محافظة شمال الباطنة في برنامج مع الشباب الذي يأتيكم من هنا من ولاية صحار. نجدد الترحيب بضيفنا سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. أهلا وسهلا بك سعادتك. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بجميع الأخوة والأخوات الشباب المشاركين في هذا البرنامج الرائع. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين جدا أن تكون شمال الباطنة هي المحطة الأولى في المحافظات لبرنامج مع الشباب. مرحبا فيكم في شمال الباطنة بالأخص في ولاية صحار حاليا، ومرحبا فيكم في جميع محافظات السلطنة المختلفة. هذه الحلقة تأتي بعد أشهر حافلة في محافظة شمال الباطنة وبالتحديد في ولاية صحار، سنتحدث إن شاء الله عنها بشكل كبير. سعادتك نبدأ مباشرة في محاور حلقتنا لليوم، ونبدأ الحديث عن المحافظات والدور الكبير للمحافظات. سعادتك كيف تستشعرون المسؤولية في محافظة شمال الباطنة كونك محافظا لهذه المحافظة في ظل هذه التغيرات الكثيرة، في ظل هذا التمكين الكبير للمحافظات، في ظل كل هذه التطلعات الكبيرة التي يتطلع لها الجميع في أدوار أكبر للمحافظات؟ كما يعلم الجميع أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يعني راعى في الهيكلة الجديدة للحكومة أن يكون هنالك تمكينا أكثر المحافظات بشكل خاص، وخاصة أن هناك الكثير من الأحلام التنموية التي نود أن تحقيقها حقيقة في جميع محافظات السلطنة. هذا النظام طبعا قمنا في يعني في الفترة السابقة يعني من النهضة يعني تم تحديد الولايات بشكل عام في على مستوى السلطنة، وكان هنالك مناطق في فترة سابقة ومن ثم تحولت المحافظات في 2011، ومن ثم تطورت المحافظات وكانت أكثر تمكينا من خلال المرسوم السلطاني 101/2020، ومن ثم صار أكثر أيضا تمكينا في المرسوم السلطان 36/2022 الذي كان في هذا العام في شهر 6. كان هذا المرسوم الأخير أعطى الكثير من الصلاحيات للمحافظات لأخذ الكثير من المبادرات والقرارات واتخاذ الكثير من الإجراءات المناسبة لتسهيل الكثير من الأمور الخاصة بالمجتمع وأيضا الخاصة بالاستثمار بشكل عام. هذه يعني الصلاحيات سيتم استغلالها بالطريقة الأمثل حقيقة من خلال المحافظات، وهذا ما نراه ملاحظا في جميع محافظات السلطنة، حيث يعني بدأ المحافظون من خلال هذه الصلاحيات استغلالها بالاستغلال الأمثل. بدأ الحراك نراه في جميع محافظات السلطنة، هناك الكثير من الممارسات والطيبة من خلال ما نراه في محافظات السلطنة، هناك كثير من يعني الانسجام المجتمعي الرائع، هناك حراك شوروي موجود على مستوى المحافظات، هنا تجاذب في الأفكار، إعطاء المقترحات. نرى الكثير من المحافظين وأصحاب السعادة الولاة يلتقون بكثير من شرائح المجتمع من خلال مشايخ ورشدة المناطق، من خلال أعيان الولايات، من خلال الشباب والشابات في جميع ولايات السلطنة. هذا الحراك المجتمعي وهذا الحراك الشوروي والتشاركي سيؤدي بطبيعة الحال الكثير من الأعمال الجيدة التي سنراها قريبا إن شاء الله. نعم. سعادتك حتى نتحدث لغة بسيطة، ما
هي الأدوار والتوجيهات المباشرة التي تتلقونها لأكثر فعالية في المحافظات، سواء كانت توجيهات مباشرة من لدن جلالته حفظه الله أو حتى من خلال الأدوار التي توكلكم بها الحكومة؟ ما هو الفارق الذي نريد أن نراه بشكل واضح في المحافظات؟ طبعا الشكل الجديد للمحافظات من خلال يعني جعل البلديات في مختلف المحافظات تتبع المحافظات بشكل مباشر، وأيضا مكاتب أصحاب السعادة الأولى تتبع المحافظين، أدى إلى شيء رئيسي، أن مكاتب أصحاب السعادة الأولى لقربها من المجتمع، لقربها من المواطنين، من المشايخ والرشدة، يعلمون كثيرا احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وهناك يعني اتساق كبير بالمجتمع ومعرفة قريبة من متطلبات المجتمع من خلال الخدمات التنموية المختلفة. بالمقابل هناك الجهاز التنفيذي وهو البلديات بشكل عام. هذه البلديات دورها التنموي، دورها الخدمي في مختلف محافظات السلطنة سيتم ترجمتهم من خلال متطلبات المجتمع التي تم استيضاحها من خلال مكاتب أصحاب السعادة الأولى. دور المحافظين هو يعني الميزان المناسب الذي يجمع بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنفيذ من خلال يعني جمع جميع الإمكانيات المناسبة المالية والمادية والبشرية للوصول للأهداف التنموية التي يود المجتمع تحقيقها. طبعا الهيكل جديد ونحن في بداياته، وهناك الكثير يعني من التحديات كما أن هناك الكثير من الفرص، ونرى حقيقة الفرص أكبر بكثير من التحديات، لأن التحديات قد تكون تحديات آنية تعتمد على التشكيل الجديد وانسجام هذه يعني الأجسام التي كانت منفصلة والآن اتحدت مع بعضها البعض. أما الفرص فهناك فرص كبيرة ونحن نعرفها في جميع ولايات ومحافظات السلطنة، حيث أن جميع حتى يعني أطياف المجتمع تعلم علم اليقين أن هنالك كثير من الفرص الفائتة علينا في الفترة الماضية، وذلك لمركزية القرار في الفترة الماضية. طبعا الوجه التي اتخذته السلطنة واتخذه صاحب الجلالة في اللامركزية هو اللامركزية الإدارية واللامركزية الاقتصادية مع الحفاظ على المركزية السياسية والمالية، وذلك حتى يتسنى للمحافظين التحرك بشكل مناسب من خلال القرارات الإدارية والاقتصادية المناسبة التي يعني ستنمو بالمحافظة بشكل كبير. أيضا هنالك توجيهات من المقام السامي وأيضا من الحكومة بشكل عام، مجلس الوزراء، لجميع الوزراء التنفيذيين على أساس إعطاء الصلاحيات المناسبة للمديريات المختلفة. فهنالك صلاحيات أو يعني نستطيع أن نقول عنها أفقية بين المحافظ وبين وحدات الحكومة المختلفة من خلال المديريات الموجودة والدوائر المختلفة في المحافظات، فهنالك الكثير من الصلاحيات يعني أو توجيهات المناسبة لعمل المحافظين والتنسيق مع الأخوة مدراء العموم ومدراء الدوائر في الوزارات الخدمية. هذه الآن ثقافة جديدة، خلنا نقول ثقافة أدوار المحافظات، كيف تجدونها مع المجتمع الحكومي نفسه؟ نعرف الآن المحافظ له أدوار كبيرة متصلة بكثير من القطاعات والجهات الحكومية، ومع المجتمع نفسه في أنه هو يعرف ويدرك كذلك أدوار المحافظة سواء اقتصاديا واجتماعيا وخدميا وغيرها. طبعا يعني نظام اللامركزية نظام يعني اتخذته الكثير من الدول لتسهيل العمل في كثير من دول العالم بمختلف يعني الأنظمة السياسية المختلفة على مستوى الشرق والغرب. نظام ليس جديد على مستوى العالم، ولكن في السلطنة في سلطنة عمان يعني كان هنالك اتخاذ لنموذج مناسب لما نراه كمجتمع في هذا الجانب. أيضا يعني الكثير من يعني التوعية المطلوبة للمواطنين وللموظفين الحكوميين يعني تم عملها في الفترة الماضية لكسب الكثير من
المكاسب التي يعني نراها مناسبة من خلال هذا الهيكل الجديد والذي يعني رأيناها حتى في من خلال لقاء صاحب الجلالة مع المشايخ والأعيان في محافظات السلطنة المختلفة، حيث شدد بشكل كبير على دور اللامركزية ودور المحافظين ودور الولاة ودور حتى المشايخ والرشداء في استيعاب اللامركزية أولا، وأيضا استغلال الفرص المتاحة من خلال اللامركزية. قمنا هنا حقيقة في المحافظة بعمل الكثير من الندوات الخاصة بذلك ل يعني موظفي المحافظة من جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة. أيضا أشركنا القطاع الخاص وأشركنا الشباب في كثير من الندوات المختلفة، وذلك يعني محاولة زرع التوعية المناسبة للجميع يعني استيعاب النظام الجديد اللامركزية. أيضا دور وسائل الإعلام المختلفة جزاهم الله خير من خلال البرامج المختلفة أدى بشكل كبير لتوعية المواطنين بشكل عام، ولتوعية حتى يعني المجتمع الاقتصادي، المجتمع يعني القبلي، المجتمع السياسي بشكل عام، أن يرى النظام الجديد للحكومة بهذه الطريقة. نعم، نتكلم عن محافظة شمال الباطنة. البعض يعتقد أن سعادة محمد الكندي محظوظ نوعا ما، لأن الميزة النسبية والتنافسية في المحافظة قد تكون أعلى عن باقي المحافظات. سعادتك كيف تنظرون لكل هذه الميزات، لكل هذه البنى الأساسية والمقومات الاقتصادية والسياحية وغيرها في المحافظة؟ كيف تشكل لكم حافز وفي نفس الوقت كذلك مسؤولية في العمل بشكل أكبر؟ يعني هي جميع المحافظات بها ميزة نسبية جيدة، وهي اسمها ميزة نسبية يعني المحافظة تتميز فيها عن المحافظات الأخرى، لكن أهم ميزة عندنا هو حقيقة الشباب. يعني عندنا يعني عدد العمانيين في محافظة شمال الباطنة وصل في الشهر الماضي ل 574,000 نسمة، يعني محافظة مسقط 563,000 نسمة، لكن مع الجانب نحن في 845,000 نسمة، في مسقط يمكن 1,300,000 نسمة. نحن أتي ثاني مع الجانب لأن الحراك الاقتصادي في محافظة مسقط أكبر، فأدى ذلك أن كثير من الجانب متواجدين في مسقط. ولكن محافظة شمال باطنة بهذا الثقل السكاني أيضا وجود يعني الفئة الشابة، نحن يعني 21% من طلبة سلطنة عمان موجودين في محافظة شمال باطنة، يعني ليس فقط الحاضر أيضا المستقبل، لأن هناك كثير من طلبة مدارس عندنا يعني موجودين في محافظة شمال باطنة. أيضا طبعا كثير من الميزات النسبية الأخرى التي تميز بها المحافظة التي أسلفت ذكرها في مقدمتك، ومنها طبعا الميزة اللوجستية. إحنا عندنا يعني ميناء صحار الذي يعني يغذي سلطنة عمان ب 85% من الخدمات ومن المنتجات المختلفة التي نستوردها من الخارج. كذلك عندنا مينائين، ميناء في السويق وميناء في شناص، يعني بلغ إيرادات ميناء صحار 5,900,000,000 السنة الماضية، وأيضا 600,000 في ميناء السويق و 700,000 في ميناء شناص. هذه الإيرادات طبعا نحن نريدها يعني تتعاضد في الفترة القادمة. هنالك موانئ للصيد، احنا عندنا ساحل بحري جميل رائع به كثير من يعني الأسماك المختلفة وكثير من المكونات البحرية الرائعة التي يستطيع الصيادين، وبلغ عدد يعني التصاريح عندنا حوالي في حدود قرابة 20,000 19,000 و 500 تصريح. هذه التصاريح السمكية أدى يعني أن هنالك كثير من العاملين في القطاع السمكي. أيضا هناك يعني عندنا ثروة حيوانية كبيرة وثروة زراعية كبيرة، حيث يعني من المحاصيل الزراعية يمكن تصل ل 90,000 فدان موجودة في محافظة شمال باطنة. ايضا الاعداد يعني الحيوانات الموجوده، يعني مثلا عندنا الابقار يعني وصلت ل 80,000 راس، ايضا الجمال 10,000 حوالي، الماعز وصلنا ل 400,000، الضأن يمكن وصلنا 154,000 راس. وهذه الارقام جدا محفزة لأي مستثمر، لأن هنالك حراك كبير من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي وأيضا في القطاع الحيواني، إضافة إلى التعدين الذي هو يعني واحد من الميزة النسبية الموجودة في المحافظة. ونرى كثير من المعادن المختلفة موجودة كالجابرو والحجر الجيري والنيكل والنحاس وما شابه ذلك، كل هذه موجودة من ولايات في ولايات الباطنة شمال، من السويق إلى ولاية شناص. طبعا
ايضا في هنالك ميزه نسبيه لوجستيه موجوده من خلال الطرق، طريق عندنا السريع باربع حارات وطريق رائع جدا فادنا بشكل كبير مثلا في اعصار شاهين. ايضا عندنا الطريق الوسطي اللي موجود اللي يتخلل ولايات المحافظه، وايضا عندنا حاليا وزاره النقل والاتصالات تقنيه معلومات قائمه بدور كبير في استكمال الطريق الساحلي الذي سيكون له دور كبير في انعاش السياحه على مستوى الساحل من حقيقه حتى من ولايات بركه ومصنعاء الى ولايات المحافظه السويق الى شناص. كل هذه الميزات اللوجستيه اضافه الى المطار، وطبعا في يعني قبل اشهر تم الاعلان عن مشروع القطار بين ولايه صحار الى مدينه ابو ظبي في دوله الامارات، وذلك بقيمه استثماريه تصل الى 3 مليار دولار حوالي 1.160 مليار ريال عماني. هذا يعني كل هذه الاستثمارات تحفز كثير من المستثمرين، وهذا ما رايناه واضحا وجليا من خلال يعني منطقه صحار الحره، حيث ان يعني الاستثمارات في ميناء صحار منطقه صحار الحره وصلت الى 28 مليار دولار. كذلك المنطقه الصناعيه في صحار وصلنا الى 7 مراحل، وكل مرحله يعني لما يتم العمل عليها تجد الكثير من المستثمرين يحبوا انه تكون مصانعهم موجوده في صحار لقربهم ايضا من الميناء ومن القطار ايضا القادم ومن المطار. نعم سعادتك، تفكرون في هويه معينه للمحافظه؟ الان انت ذكرت هناك تنوع كبير في الميز النسبيه، وكل ميزه لها امكانيات كبيره، لكن ايها الاقرب لتكون هويه المحافظه؟ حقيقة من خلال الاستراتيجية العمرانية ومن خلال طبعا رؤية عمان 2040 أوجدت أن صحار وصحار الكبرى هي بوابة وطنية من بوابات السلطنة التي تم يعني الإعلان عنها. أيضا السويق مركز إقليمي، وأيضا هناك مراكز خدمة في الولايات الأخرى الخابورة وصحم وشناص، وايضا يعني كل هذه الميزات في هذه الست ولايات نستطيع استغلالها لوجستيا حقيقه. يعني مثلا نحن الان يعني عندنا القطاع الزراعي جيد، لكن نريد الاستثمار في القطاع الزراعي للتصدير، نريد الاستثمار في القطاع السمكي للتصدير، نريد الاستثمار في القطاع التعدين، لأن هنالك ميزة نسبية لوجستية موجودة في المحافظة. فمتى ما استطعنا إنعاش القطاعات الأخرى ولكن توجيهها من خلال استغلال الميزة اللوجستية الموجودة من خلال الشوارع أو الطرق والموانئ والمطار الموجود، هذا كلها بيؤدي بشكل كبير إلى رفع الميزة النسبية الموجودة. طبعا القطاع اللوجستي وصل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي. اليوم احنا يعني في الناتج المحلي الإجمالي لمحافظة شمال الباطنة يمكن 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واحنا نريد نرفع هذه النسبة حقيقة. أنا متأكد يعني من خلال الأخوان في الشباب من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة سنقوم بعملية الدفع برفع هذا الإنتاج ليكون هنالك يعني تنافس حميد بين المحافظات في رفع الناتج المحلي الإجمالي واستغلال كما مثل ما أسلفت المميزات الاقتصادية الموجودة في المحافظة. نعم سعادتك، نبث هذه الحلقة من هذا المسرح الذي شهد كثير من الأنشطة والفعاليات، ومهرجان صحار الذي ذاع صيته في كل محافظات السلطنة. من أين بدأت هذه الفكرة أصلا؟ في يوم من الأيام ممكن وصلت إلى هذا المكان يعني في وقت متأخر من الليل ساعة يعني، ولما دخلت هنا طبعا يعني داخل بشكل غير رسمي، وحتى الأخوة الحراس ما عارفين من اللي داخل، لكن سلمت عليهم ودخلت فوجدت هذا المكان جميل، وهذه الإنارة وهذا التشجير وجدته يعني هناك فقط عائلة واحدة موجودة في المكان. فهناك يعني مصروفات تشغيلية كبيرة يتم يعني دفعها من خلال البلدية يعني تشجير المكان ولنظافة المكان ولصيانة المكان وأيضا إنارة المكان. فهذه كلها المصروفات التشغيلية يستفيد منها عدد بسيط من الأفراد، وذلك لعدم وجود مقومات الجذب الجيدة في الحدائق. هنالك حوالي في بس ولاية صحار يمكن 17 حديقة منتزه، فهذه 17 حديقة منتزه يجب يعني تطعيمها ببعض الأنشطة والفعاليات المختلفة حتى يتم يعني جذب الناس لها والاستفادة من يعني جمال المكان والاستثمار الجيد فيه. فمثلا في كانت عندنا بطولة شاطئية، بطولة كأس العالم
للكرة الشاطئية مع الاتحاد العماني لكرة الطائرة. قمنا فيها لم نقم فيها في الشاطئ، وإنما قمنا فيها في حديقة صحار اللي موجودة على الشارع العام. والهدف من ذلك يعني نرى كيف يعني إقبال الناس من خلال مثل هذه الفعاليات. كانت فعالية في حدود 4 أيام 5 أيام، وكان الهدف الرئيسي طبعا أن أفيد كثير من الأسر المنتجة والباحثين عن عمل طريقة غير مباشرة من خلال هذه الفعاليات. فوجدنا أنه هناك جبنا من جمعية المرأة في صحم ذاك اليوم وصحار ولوة في حديقة الصحار، وجدنا الإقبال كبير من خلال 4 أو 5 أيام. ومن ثم جاءت الفكرة مع وجود يعني ميزة كأس العالم في المنطقة. طبعا كأس العالم مع البث الإعلامي والترويج والتسويق له سيعطي كثير من المتشوقين لرؤية مباريات كأس العالم رؤية مناسبة. فأردنا التميز من خلال وجود شاشة كبيرة عملاقة تكون أكبر شاشة، وعرفنا يعني أحجام الشاشات اللي موجودة في محافظات السلطنة المختلفة. فوددنا أن نعمل أكبر شاشة أيضا، يعني عملنا يعني افتتاح مبهر يعني من خلال النوافير الموسيقية والليزر والأضواء الكاشفة. وهذا أدى حقيقة إلى أن الناس تسامعوا عن المهرجان من خلال هذه الفعاليات الجيدة وهذا الإبهار المناسب. هذا الاستعداد في كم شهر تقريبا ساعته؟ هذا الاستعداد في 3 أسابيع حقيقة. 3 أسابيع؟ أيوة، يعني في حدود بين الشهر إلى 3 أسابيع. يعني الفكرة الأولية من شهر، لكن الاستعداد وحتى قبل أسبوعين من المهرجان لم نكن نعرف اسم المهرجان، هل هو مهرجان صحار؟ هل ملتقى صحار؟ حد ذكر شتاء صحار؟ لكن الحقيقة جهد اللجان المختلفة الذي يعني يدل على الميزة النسبية اللي ذكرتها الشباب هنا. نعم. الشباب يعني عندهم من القدرات الهائلة يعني اللي يعني يحولوا كل ما هو غير مرئي إلى شيء مرئي وجميل في لحظات وجيزة. فوجدنا الشباب يشتغلوا ليل ونهار، البعض تشكك حقيقة من لأن هذا المكان كان مكان يعني لو لاحظتوا لو جيت قبل مكان يعني فاضي، وأيضا حتى موضوع المستوى الأرضية ليست كانت متجانسة. تم تسوية المكان، تم عمل يعني الأدوات التجميلية، تم العمل ليل ونهار حقيقة. أيضا في لم يعني ما بس ركزنا على مركز صحار الترفيهي اللي هو الفعاليات المهرجان صحار الرئيسية طبعا، والذي يعني وفد له 928,000 زائر، وكل الشكر والتقدير لجميع زوار المهرجان الذين يعني شاركونا هذا المهرجان. أيضا هنالك كانت فعاليات في كل ولاية من ولايات المحافظة وعمل شاشات في ولايات المحافظة المختلفة. الهدف من ذلك أيضا الأسر المنتجة والباحثين عن عمل نحاول قدر الإمكان نجد لهم مصادر رزق جيدة من خلال هذه الفعاليات. فوجدنا شاشة في كل ولاية من السويق الخابورة إلى صحم طبعا ولوة وشناص. بعض صادفتنا بعض الإشكاليات، لكن الحمد لله بالعالمين في هناك تحديات طبعا موجودة وحقيقية واقعية، ولكن بجهود الشباب في مختلف الولايات كل الشكر والتقدير لهم قاموا بعمل جبار في فترة وجيزة. أما المكان هنا الرئيسي بعد ذلك يعني حوالي يعني 137 أسرة منتجة يعني استفادت من المهرجان، 37 مؤسسة من مؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني اشتركت في المهرجان، 175 اللي شاركوا في اللجان من الباحثين عن عمل، إضافة إلى كثير من الباحثين اللي اشتغلوا مع الشركات. يعني لما تم يعني إكمال جميع الأرقام أيضا حقيقة كثير من الأنشطة المصاحبة استفادت، يعني الفنادق الشقق الفندقية كانت ممتلئة على الآخر، الاستراحات، المقاهي، المطاعم، وجدنا حراك اقتصادي جيد. فهذا الحراك الاقتصادي أدى إلى انتعاش بسيط في ذلك الوقت، مع أن ما كنا نتوقع الأرقام الكبيرة حقيقة، خاصة في إجازة العيد الوطني كنا مستهدفين الإجازة. ففي الإجازة كانت الأرقام تصل إلى 144,000 في مكان حيز يعني ما هو كبير، فعدد كبير. كان كل الشكر والتقدير للجان، كل الشكر والتقدير لشرطة عمان السلطانية أيضا على جهودها الكبيرة. أيضا عملنا بعض اللمسات الخفيفة في الحدائق الأخرى حتى يعني مكان هنا مكان الفعاليات، مكان الصخب، مكان أما مكان إذا كان عائلة جاية من الخارج
مكان بعيد فتروح للحدائق الأخرى، حديقة اليوبيل، حديقة الصحار، حديقة منيال، حديقة سنجر، كان للاسترخاء وللهدوء للجلوس الغداء العشاء، يعني حاولنا تقسيم ذلك وتوجيه يعني الجماهير بهذه الطريقة. لما طرحت هذه الفكرة على فريقك في قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع يعني ما لاقت شيء من الاستغراب؟ نحن نعرف يعني استعدادات لإقامة نشاط بسيط وفعالية بسيطة تحتاج يعني مدة طويلة، فما بالك إذا كان مهرجان الهاجس المادي أحيانا، وين بنجيب غوازي، وين بنجيب فلوس، مصاريف كثيرة لإقامة مهرجان، كل هذه التحديات. لأنه نسمع أحيانا حتى مع بداية تمكين المحافظات يعني البعض يقول المحافظين متحمسين في البداية بس بعدين بيتعبوا بيملوا ما بيقدروا يواصلوا، يعني التحديات كثيرة في المحافظات. كيف ساعتها قدرت تنقل هذا الطموح وهذا الرغبة وهذا الإصرار لمن حولك؟ حقيقة يعني أنت لو جلست مع أي شاب عماني تجد له من الطموح ما يعانق السماء، يعني ما أراه أنه صعب شيء كبير، يعني الشباب عندهم من الحماسة ومن القدرة على تجاوز كثير من الصعاب بشكل سريع ورائع، وإحنا يعني أهل حضارة وأهل تاريخ مجيد وأهل حاضر مشرق إن شاء الله، يعني شباب يعني تم استثمار فيهم بشكل كبير في السنوات الماضية، نجد أن يعني ما لا نرى بيت من بيوت السلطنة الحمد لله رب العالمين لا نرى فيه من المتعلمين ومن الواثقين من أنفسهم من القديرين بأخذ زمام المبادرة في كثير من القطاعات، يعني الحين اليوم يعني ما تتعب في البحث عن المجيدين لأن المجيدين موجودين بشكل كبير، يعني أنت كثير من الباحثين عن عمل يعني التحية لهم والتقدير لهم كانوا يعني ينافسوا حقيقة أخوانهم يعني اللي الموظفين في القطاعات الحكومية من خلال جودة العمل الذي يقدمونه، هناك كثير من الخبرات التي تم اكتسابها من خلال التعامل مع بعضنا البعض أيضا أدى ذلك أيضا إلى اللحمة بين مؤسسات الحكومية والخاصة وجعلهم كلهم في فريق واحد فريق المحافظة. هذه يعني واحدة من الأهداف يعني الغير مباشرة اللي كنا نطمح لها، هذه اللحمة يعني احنا يعني نرغب فيها ويعني نتمنى حقيقة وجودها لأنها هي التي تنهض بأي مجتمع أي محافظة أو ما شابه ذلك. حقيقة أيضا هنالك من الميز اللي موجودة تعاون الجهات الحكومية وزارة الاقتصاد كل التحية والتقدير لهم من خلال اتصال مباشر مع المسؤولين هناك تم تسهيل العمل الموضوع يعني تمويل المهرجان بشكل مناسب، أيضا الأخوان في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة يعني بالاتصالات من خلال لجنة التسويق بشكل مباشر ومع ضيق الوقت، وهذا استطاع الأخوة يعني تجميع مبلغ كبير من خلال الرعايات المختلفة من الشركات المساهمة، وهذا كل التحية والتقدير لهم حقيقة لولا يعني إيمانهم بهذه الأفكار وبهذه يعني الفعاليات لما استطعنا النجاح. أيضا يعني مع التعاون من هناك مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات المرأة العمانية، المؤسسات الخيرية، الفرق التطوعية الذين ساهموا بشكل كبير في نجاح المهرجان، أيضا الأفراد هناك يعني بصراحة كثير من الأفراد متطوعين، يعني واحد من الأخوة يعني أخذ إجازة عشان بس يكون متطوع في المهرجان، رغب يكون موجود في المهرجان، مجموعة من المتطوعين رغبوا يكون في المهرجان لرغبتهم في يعني وحبهم للمكان، يعني حاول قدر الإمكان هذا نعم. فن العطاء فن يعني مقبول عليه كثير من الناس في هذا البلد الطيب نعم. الحمد لله هذا استثمار نعم. نقدر نقول كم بلغت كلفة هذا الاستثمار مهرجان صحر؟ يعني إذا جينا على المهرجان بالنفس زين يعني طبعا هناك استثمارات رأس مالية، يعني مثلا إدخال الكهرباء في بعض مناطق، ترتيب المكان المكان اللي يعني صيانة بعض المرافق اللي موجودة هذه يعتبر استثمارات رأس مالية، هذه باقية وليس ذاك. أما الاستثمارات التي يعني للمهرجان بشكل عام يعني في الولايات المختلفة يعني بلغ يمكن حوالي في حدود 200,000 في ولايات يعني المحافظة اللي هي الخمس، إضافة إلى كان الاستثمار الأكبر في ولاية الصحار من خلال حوالي في حدود 400,000 حوالي بعد الحسابات الختامية لم تنتهي، لكن 400 إلى 450,000، وكان من الرعايات حصلنا في حدود من الرعايات الاشتراكات في حدود 230,000 ريال عماني. طبعا هناك ايضا يعني استفاد يعني المبيعات اللي صارت للاسر المنتجه
وللمؤسسات الصغيرة في حدود 147 ألف ريال عماني. يعني احنا حاولنا، هذه الأرقام غير مدققة بس أرقام أولية، حاولنا أنه فريق الإحصاء عندنا يحاول قدر الإمكان يعني تجميع هذه الأرقام لتكون عندنا مثل يعني مؤشرات جيدة، كما يقول مؤشر أساس، حتى في السنوات القادمة يكون عندنا مؤشرات حقيقية واقعية نقدر أيضا الاستثمار في سمعة يعني الاسم، يعني هذا الهوية اللي موجودة. الهوية اليوم كان ما في حاجة اسمها مهرجان صحار، اليوم في مهرجان صحار واقع. فالسنة الجاية لما إذا بغيت تسوي للمهرجان وعندك عندك أرقام كبيرة من الزوار 928 ألف، تجد العديد من الشركات تود حقيقة تقديم كثير من الخدمات في هذا المهرجان. طبعا الألعاب ايضا هناك نسبه منها ترجع للبلديه، يعني من الالعاب يعني، وهذه رسوم موجوده. فهذه كلها استثمارات، بعضها ترجع بشكل مباشر للمحافظه، بعضها ترجع بشكل مباشر للمجتمع من خلال الافراد الباحثين عن عمل وايضا المؤسسات الصغيره والاسر المنتجه، وبعضها ترجع ايضا للوطن بشكل عام، لان تحريك هذه المبالغ بشكل كبير في المحافظه، فهذا اديت ان الحراك الاقتصادي ينتعش في هذه المنطقة، مما يؤلد فرص وظيفية غير مباشرة موجودة في المهرجان. طبعا احنا نتحدث عن حوالي شهر مدة الفعاليات، وهي مدة طويلة. مع كل هذا التحيز للشباب والانتصار لهم ولقدراتهم، راح نطلع فاصل ونبدأ مداخلاتهم وأسئلتهم إن شاء الله. مشاهدين الكرام، فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا. تحية لكم مشاهدينا الكرام، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء في برنامج مع الشباب الذي يأتيكم من محافظة شمال الباطنة، تحديدا من ولاية صحار. نجدد الترحيب بك سعادتك وبجميع الشباب الحضور المشاركين في هذه الحلقة، ونبدأ مباشرة مع أسئلتهم ومشاركاتهم. ناخذ أول مشاركة، تفضل. أهلا وسهلا سعادتك. سعادتك، كما معلوم لدينا، عذرا لؤي البلوشي، كما معلوم لدينا أن توجد لجان تنموية لدى مكتبكم الموقر، كيف ممكن لقطاع الشباب تحديدا في الخدمة المجتمعية أن تكون مشاركة في هذه اللجان، وأن إن وجدت الآلية كيف طريقة الاختيار؟ شكرا. شكرا لك. حقيقة هناك يعني صارت لقاءات مع الشباب يعني في الفترة الماضية، وإحنا نكمل ذلك اللقاءات بطريقة مناسبة. أعلننا عن كثير من اللقاءات القادمة إن شاء الله بتكون بطريقة مباشرة، وأيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يعني أستطيع أكبر عدد من الشباب المشاركة من خلال اقتراحاتهم ومن خلال آرائهم. أيضا وزارة الثقافة والرياضة والشباب أطرت بشكل عام لجان الشباب بشكل عام في المحافظات، وهذا ما سنراه موجود في الفترة القادمة من خلال يعني مجالس الشباب الموجودة في المحافظات، والتي ستؤدي دورها التشاركي مع مختلف شرائح المجتمع، حتى يعني ونعرف احنا يعني احنا مجتمعنا مجتمع شاب حقيقة في سلطنة عمان، فدور الشباب دور كبير، دور الشباب يعني ما بس الرأي حقيقة، أيضا التنفيذ بشكل كبير. أنا أدعو يعني الشباب من مختلف يعني مواقع عملهم أن يقوموا بدورهم المناط عليهم ل يعني جعل هذه البلاد العظيمة في مراتب دول متقدمة، والتي يعني نطمح لها جميعا. إن شاء الله بإذن الله تعالى سيتم الإعلان عن ذلك من خلال لجان الشباب القادمة، وسيتم الإعلان عن كيفية أيضا اختيار الشباب الموجودين في هذه اللجان. نعم. شكرا سعادتك. نأخذ سؤال آخر. أهلا وسهلا سعادتك. ذكريات الحسنية من ولاية الخابورة. يقال أن سعادة محمد الكندي كان محظوظ بالتكليف السامي اللي جاء، و بأنك تكون محافظ لشمال الباطنة، لكن اليوم بعد ما عدت 5 شهور أعتقد إحنا اليوم نفخر فيك ونقول إحنا اللي كنا محظوظين باحتوائك لنا. خلي أتكلم عن فئة الشباب وتفاعلنا. أطمح اليوم بسؤالي أني أعرف إيش أول شيء تبادر إلى ذهنك
بعد هذا التكليف السامي، أول ما عرفت أنك راح تكون محافظي محافظة شمال الباطنة، إيش الخطوات الأولى اللي يعني أو التساؤلات الأولى اللي كنت حاب أنك تعرفها عن هذه المحافظة، وإيش الخطوات اللي أو خلينا نقول أول خطوة بدأت فيها؟ عندي شق آخر وممكن أطمح أني أكون بعد أقرب لشخصك الكريم، أنه اللقاءات اللي لاحظناها في البداية هل هذه كانت مقترح منك على أساس أنك يعني تختلط أو تخالط الفئات الموجودة في المحافظة، أو جاءت من توصيات حضرة صاحب الجلالة؟ أشكرك. طبعا توصيات حضرة صاحب الجلالة وأوامر السامية دائما تحث على المشاركة مع الشباب مع المجتمع، وهناك أوامر مباشرة في هذا الجانب أن الجلوس مع المجتمع والمخالطة معهم ومعرفة أفكارهم وتطلعاتهم وإظهار ذلك حتى عن طريق يعني وسائل الإعلام المختلفة، لأن هناك الكثير من الجهود المخفية التي لا تظهر حقيقة من قبل كثير من المسؤولين في مختلف محافظات السلطنة، يعني مع دور الإعلام التنموي الكبير الذي نطمح له حقيقة من خلال الإعلام الرسمي وأيضا الإعلام الاجتماعي، وهذا ما جعلنا نجلس مع كثير من يعني الفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الإعلاميين في الفترة الماضية في بداية عملنا في المحافظة، لأن أنا أعتقد أن دورهم دور كبير كثير بشكل كبير، لأن حقيقة دائما يقال أن الاقتصاد مبني على السمعة، الاقتصاد مبني على السمعة، وهذا يعني كتاب كتبه وزير المالية اليوناني السابق لما تعرضت اليونان لكثير من المشاكل المالية، كان هو دكتور أكاديمي من أستراليا وجاء إلى اليونان، كتب هذا الكتاب لرسائل لابنته، ومن ضمن هذه الرسائل أن يعني أن الاقتصاد مبني على السمعة، متى ما سمعت عن مكان معين أن به اقتصاد جيد، به مميزات جيدة، به كثير من الجوانب الإيجابية، سيجعل ذلك المستثمرين يستثمرون في ذلك الموقع. أما متى ما كان الحديث بشكل سلبي، الحديث بشكل دائما ضيق عن بعض الأمور التي قد تكون ليست عامة وإنما ثانوية، ولكن إظهارها بشكل كبير وبشكل سلبي سيؤثر بذلك على الاستثمار في تلك المنطقة. وهذه الرسالة عن حقيقة وجهها، احنا كثير من الدول تأتي إلينا رسائل بإيجابية أن هناك كثير من المشاريع في دول مختلفة في العالم، هذه الرسائل الإيجابية تجعل المستثمرين أو حتى المستثمرين العمانيين يستثمرون في تلك الدول لوجود تلك الرسائل الإيجابية من تلك الدول. أصنعوا الواقع وأصنعوا الحقيقة من خلال إظهاركم الجانب المشرق والجانب الإيجابي الموجود في سلطنة عمان. الكثير من المستثمرين الأجانب الموجودين في سلطنة عمان موجودين من عشرات السنين، لماذا؟ لأن هناك الكثير من الأرباح، الكثير من المغريات الاستثمارية الموجودة، متى ما نجحوا أيضا سينجح الآخرين، ولكن هذا معتمد على جميع يعني الأخوة والأخوات الموجودين في سلطنة عمان في إظهار الجوانب الإيجابية والاستثمارية، لأن كلما زاد الجانب الشق الاقتصادي كلما يعني زاد الناتج المحلي الإجمالي وزادت فرص الوظيفية لإخواننا وأخواتنا من الباحثين عن عمل. أيضا أول يعني إجابة للسؤال الأول أن ماذا فعلت من أول يوم، حقيقة أول يوم يعني التقيت بالموظفين عندي في المكتب وعطيتهم كثير من الرسائل توصل لكثير من المؤسسات الحكومية والجامعات وهذه لمعرفة الأرقام الحقيقية الموجودة في هذه المؤسسات، مثلا كوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه طلبت منهم بعض الأسئلة، وزارة التنمية الاجتماعية طلبت مع بعض الأسئلة، وزارة التعامل كم عدد الباحثين، كم عدد تخصصاتهم ما شابه ذلك، وزارة حتى يعني لما تعلم عن المحافظة بشكل دقيق من خلال المؤسسات الموجودة طبعا، وأيضا بالرجوع للمركز الوطني لإحصاء المعلومات الذي يعني يفيدنا بشكل كبير بأرقام واقعية وحقيقية. هذه الأرقام هي التي نستطيع من خلالها يعني المضي قدما في معرفة هل نحن في الطريق الصحيح، هل بوصلتنا صحيحة، هل متجهين للمكان الصحيح، لأن الأرقام يعني هي يعني يعني أحسن ترجمة للواقع، لكن يجب قراءة أيضا الأرقام بطريقة صحيحة، لأن هنالك بعض الأرقام التي يتم الإعلان عنها، ولكن لما نأتي لمعرفة كيفية تم إحصاء هذا الرقم نجد أن هذا الإحصاء لم يكن بالطريقة المناسبة التي تساعدك في اتخاذ القرار. لهذا يعني كثير من يعني النظريات الحديثة بالإدارة المعتمدة على الأرقام وجودتها تقوم باتخاذ القرارات بناء على
جودة تحصيل الأرقام وليس على الأرقام فقط. فهذا بشكل عام يعني قمنا بعمل بعض أيضا بعض الجامعات عرفنا منها ما هي التخصصات جامعة الصحار مثلا كلية تطبيقية كلية تشناص المهنية اللي موجودة في صحم والخابورة وشناص حاولت قدر الإمكان معرفة هذه الأرقام المنطقة الحرة كم عندنا من المصانع موجودة المنطقة الصناعية في مدائن هذه كل هذه المعلومات من هنا استقيتها من خلال المؤسسات الموجودة جزاهم الله خير قاموا بتوفيرها لنا. نعم أكيد لها دور في اكتمال الصورة الصحيحة عن المحافظة. نأخذ مداخلة. المعتز بن عيسى الغيثي رئيس المركز الإعلامي بجامعة صحار، تحدثت سعادتك عن استغلالك للفرص والمساحات وحبيت مداخلتي تكون هي استغلالا لتواجدك معنا اليوم وبين الشباب والأخوة، ونقدم لك الشكر الجزيل على هذه الجهود اللي قدمتها. وإحنا نقف الآن في صرح يعتبر نتاج لمجهودك سعادتك وكذلك مجهود سعادة والي صحار، وصراحة الشغل والجهد اللي بذلته واضح جليا أمام جميع المواطنين في الولاية. لو تخرج خارج الآن خارج الحديقة راح تشاهد التطور والتنمية اللي جالسة تصير في الولاية، فحبيت أستغل هذه الفرصة وأشكر سعادتك على هذا المجهود. وصراحة نحن الآن كشباب نفخر لما نقول نحن مواطنين من ولاية صحار. صراحة تواصل مباشر من المواطنين في دول مجلس التعاون يتحدثوا تحديدا عن مهرجان صحار وعن ولاية صحار ويسألوا أكثر ويستفسروا عن هذا الشيء، وهذه نتائج شغلكم. وأشكركم مرة أخرى سعادتك. شكرا جزاك الله شكراً خير. يعني الهوية للمحافظة ولولاية صحار كمركز إداري للمحافظة يجب أن نهتم فيها بشكل كبير، لأن يعني وراءها الكثير من الأعمال القادمة، قلب الكثير من الاستثمارات على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي. أتمنى حقيقة من الجميع يعني الاهتمام بذلك، الاهتمام يعني كل كلمة نقولها يجب أن يكون لها ما لها وعليها ما عليها، فقد تؤثر إيجابا وقد تؤثر سلبا بشكل كبير على مستوى يعني الوطن مشارك. سعادتك العمل على المكاسب السريعة أتوقع أمر مهم أحيانا. الآن حالة الرضا الكبيرة عن مهرجان صحار رغم هذا الاستعداد السريع للمهرجان، وأنا أعرف أن الطموح أكبر عن كذا بكثير، يعني سعادتك يعطينا نتيجة إلى ماذا؟ تعطش كبير إلى فعاليات وأنشطة، تعطش كبير إلى إشراك الشباب فيما تقوم به المحافظات. ما هي مواضع الألم التي لامستموها سعادتك لتحقيق هذه المكاسب وتحقيق هذه الشراكة من الجميع؟ اليوم كم شخص ساهموا في إنجاح مهرجان صحار وكم جهة؟ أكيد كثيرة. كيف نستفيد من هذه التجربة؟ طبعا التجربة كانت لها كثير من الإيجابيات اللي ذكرناها، وكان في بعض السلبيات موجودة، لكن كثرة الإيجابيات غطت على كثير من السلبيات. أيضا التعاطي الجيد من قبل يعني منظمين جزاهم الله خير يعني في اللجان المختلفة كان أدى حقيقة إلى إنجاح هذا المهرجان بالشكل المطلوب. يمكن يعني الجميع لم يتوقع ذلك فحصل ما لم يتوقع بشكل جيد، فأدى ذلك إلى الأثر الكبير لدى المجتمع. فدائما مرات المفاجآت الجميلة تكون أفضل عن الشيء المتوقع يعني. فلم يتم الحديث عن مهرجان صحار سابقا، لم يتم الإعلان عنه، كان هنالك بعض الفلاشات أو بعض الفيديوهات الترحيبية، حتى البعض بدأ يتساءل وش هناك وش مستوي، يعني في حاجة في حراك غير يعني طبيعي موجود. أدى ذلك أن الناس يتساءلوا بطريقة إيجابية، ومن ثم كانت الصورة حقيقة جدا رائعة من قبل الإعلاميين جزاهم الله خير الذي أظهروها بطريقة رائعة، شوقوا الناس. بدأت الفعاليات مثل ما ذكرنا، كان لوبريت يعني يتحدث عن تاريخ وعظمة عمان منذ يعني سالف الدهر إلى عصر صاحب جار المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والذي يعني نهض بعمان وجعل هذه الوحدة الوطنية الموجودة من مسندم لظفار، أدى ذلك إلى ظهر بشكل كبير في الأوبريت. ومن ثم وصلنا إلى النهضة المتجددة لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق، الذي دائما وأبدا يعني يركز على الشباب في حتى في حديثه، وإذا شفت سمعته كثير من الأحاديث الموجودة للمقام السامي يؤكد على دور الشباب في المرحلة القادمة. ومن ثم اللوحات الثلاثة الأخرى، يعني هذه اللوحات الأربع الأخرى، اللوحات الثلاث
ظهرت أول شيء الاقتصاد والتنمية اللي هي ركائز رؤية عمان 2040. الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، وأيضا الحوكمة المؤسسية، فأظهرها يعني الأوبريت من خلال الكلمات المناسبة التي أظهرت حلمنا في 2040 الذي نود جميعنا تحقيقه. أيضا طبعا اللوحة الأخيرة وهي البيئة التي تضمنا جميعا كانت هي اللوحة الختامية لهذه الأوبريت. هذا الأوبريت ومن ثم الفعاليات المختلفة، أيضا الاستفادة، ترى الأسر المنتجة أخواننا ويعني وأهلنا لما يستفيد أكيد يعني أكيد يعني هناك كمية من الفرح يعني تأتي إلينا من خلال هذه الاستفادات. الباحثين عن عمل يعني جزاهم الله خير حقيقة مجيدين ورائعين ولديهم الكثير من الإمكانيات، ويجب علينا جميعا أن نعمل على تمكينهم على إعطائهم الفرص المناسبة لإظهار قدراتهم من خلال كثير من الوظائف أو ريادة الأعمال أو أي عمل مناسب يرونه مستقبلا لهم. نعم، شكرا سعادتك. نأخذ سؤال آخر من هذه الجهة. أيوة فضل. موسى عمران العجمي، سعادتك ذكرت نقطة وهي جدا مهمة فيما يتعلق بالمهرجان ونجاحه، وواحد من العوامل اللي ساعدت على نجاح هذا المهرجان هو تمكين الشباب، وهذه نتيجة نحن يعني نعتبرها جدا رائعة. هل سنشاهد تمكين للشباب في مختلف القطاعات والدوائر الحكومية وأيضا في القطاعات الخدمية مستقبلا مثل ما شفناه في المهرجان؟ النقطة الأخرى سعادتك، يعني من اللقاءات الأولى إليك في المحافظة وأنت دائما ما تستشهد بالأرقام يعني، وهذه يعني لفتة جدا رائعة منك، ولكن في نفس الوقت هل هناك تخوف من النتائج ومن عدم يعني قبول الناس للنتائج مستقبلا؟ راح أعطيك مثال في تصريح إليك كان في الصحف المحلية فيما يتعلق بالإنارة والشوارع، ذكرت رقم مليوني، ويعني لما نشاهد نحن كمجتمع نراه بأنه رقم يعني ضخم. في المستقبل هل هناك تخوف من النتائج ومن عدم قبول المجتمع يعني للنتائج على أرض الواقع، أو راح نشوف هناك أيضا أرقام راح تطرح يعني في ختام هذه المشاريع؟ شكرا. كل الشكر والتقدير لك. يعني موضوع تمكين الشباب وموضوع أنه تمكينهم في المؤسسات المختلفة، أنا أعتقد أن الشباب فرصة، يعني كل الحضارات السابقة وكل الحضارات الحالية تنهض بالشباب، يعني حتى هنالك بعض الحضارات التي نراها الآن شوية متضعضعة بسبب فقدهم للشباب المجتهد الشباب الرائع، وهناك كثير من الدول العالم تحاول أن تستقطب الشباب من مختلف دول العالم. فالشباب فرصة، شباب قدرة، الشباب مرحلة يعني مرحلة عمل وعطاء. فأي مؤسسة وأي بلد يستغل الشباب استغلال الأمثل سينهض بذلك بتلك المؤسسة أو ستنهض يعني تلك الولاية أو ذلك البلد. فأي ولاية حية تجد أن شبابها هم اللي يعني يقوموا بكثير من الفعاليات وكثير من الأنشطة وكثير من، وهذا ما نراه حقيقة جليا واضحا في مختلف ولايات السلطنة. نجد هنالك بعض الولايات التي أظهرت إمكانياتها بشكل كبير ونستطيع يعني ذكرها يعني دائما حتى في مجالسنا، أن هناك ولاية أبناء ولاية كذا يعني يشتغلون من أول الصباح، أو أبناء ولاية كذا يعني دائما مركزين في أعمالهم، وهذه ميزة موجودة. وحقيقة الميزة أبناء شمال الباطنة ميزة أنه هنالك أريحية في تقبل الأفكار، وفي يعني أن الفكرة التي يعني يرونها غير مناسبة يعني يبعدوها ويغيروا يعني تغيير مناسب وإيجابي للفكرة الأنسب. فهناك كثير من المعطيات المتغيرات صارت من خلال هذه المحافظة التي تحظى بشباب ملهم في التفكير، متغير في الإمكانيات، يستطيع استغلال إمكانياته، وعنده إمكانيات تجارية غير عادية لأنه عنده البحر وعنده يعني الجوار مع دول مجاورة، من يعني يستطيع التعاطي والأخذ معهم بطريقة أو بأخرى. فهذا أدى إلى رفع إمكانياتهم التجارية بشكل كبير وأيضا الاقتصادية. أنا أعتقد أنه هناك كثير من الفرص لدى الشباب خاصة في هذه المحافظة، ليس على مستوى بس يعني سلطان عمان، وإنما على مستوى أكبر، يعني على مستوى القديم ممكن نستطيع كثير من، أنا أعرف كثير من الشباب من المحافظة عندهم كثير من يعني التجارة التي تخطط الحدود الوطنية أدت يعني، وهذا يعني شيء يبشر بالخير فيه بشكل عام.
كان موسى كان يسأل يقول أحيانا عند التصريح ببعض الأرقام ببعض المشاريع يعني تخافون ربما من النتائج، وأنا ممكن يعني أضيف شيء بسيط على هذا السؤال. الآن الجوانب الخدمية المتعلقة بالمحافظات هي في أيدي المحافظين، خلنا نقول، ويقدروا إنهم يعملوا الخطة المناسبة لذلك. هل هذا يعطيكم أريحية أكثر، ولا هناك أحيانا قلق؟ نعرف ممكن تعلن عن تفاصيل مشروع معين وبعدين تشوف أنه بعض الجوانب ما في إيدك، يعني سواء كانت مالية إدارية إجرائية وغيرها. يعني أنا ما أعتقد أنه الشفافية يعني تؤدي للقلق. شركة المجتمع شريك معك في النجاح وفي الفشل، فإذا فشلت المحافظة فشلنا جميعا يعني، وإذا نجحنا جميعا. ليس هنالك يعني نجاح للمحافظ أو نجاح للمحافظة، إنما نجاح للمجتمع في النهوض بهذا الوطن. فإذا استطعنا مع بعضنا البعض النجاح فهذا نجاح للجميع، وإذا فشلنا ترى الأثر للجميع. فإحنا قدر الإمكان نشارك الجميع هذه المشاريع وهذه، وقد نستطيع يعني هنالك بعض الإرهاصات، هنالك بعض التحديات، هنالك بعض السقطات، ولكن لا يعني ذلك أننا سنستسلم. لا، سنمضي قدما حتى نستطيع تحقيق الأهداف التي نخطط لها. ودائما مع التخطيط السليم ومع الجرأة المناسبة في التنفيذ أدي ذلك إلى الوصول إلى الأهداف اللي نطمح لها جميعا. ما أعتقد أنه يعني هنالك كثير يعني نستلهم ذلك من قيادتنا الحكيمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق، التي يعني هناك كان تحديات كبيرة لديه أول ما بدأ يعني استلم مقاليد الحكم في البلاد. مع هذه التحديات كان هناك قرارات صعبة، ممكن بعض يعني بعض الألم وجدناها موجودة عند الكثيرين لهذه القرارات للنهوض للبلد للمرحلة القادمة، وحتى نستطيع يعني الدفع بالسفينة لبر الأمان، وتكون السلطنة يعني تكون يعني في مصاف الدول التي لا تعتمد على غيرها في كثير من الأمور. فالحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة قد تكون مطمئنة نوعا ما، ولكن نريد حقيقة تحقيق كثير من الأهداف تحت هذه القيادة الحكيمة. كل هذه يعني القدوات الموجودة في عمان يجب الاحتداء يعني بها بطريقة مناسبة. يعني هنالك كثير من الأخوة الناجحين، منهم التجار، منهم لاعبين، منهم كثير من الحكوميين أيضا يعني اللي تقلدوا مناصب حكومية، موجودين في القطاع الخاص، رؤساء تنفيذيين، شباب عمانيين جيدين ورائعين وناجحين. نستفيد من تجاربهم، نأخذهم كقدوات، وأنا متأكد أي تخطيط سليم وأي تنفيذ أمين سيؤدي إلى نتائج مبهرة إن شاء الله. سعادتك نأخذ مداخلة وبعدها نستعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد الشبلي. في البداية كأحد سكان الولاية صراحة جهدكم ملموس ومقدر، بس وإحنا نتكلم على المهرجان إحنا نتكلم عن صناعة الترفيه، وصناعة الترفيه دائما تحتاج الاستمرارية وتطوير، خصوصا نتكلم على منطقتنا الخليجية هنا في عمان، في تنافس كثير حولنا. أثناء حديث سعادتك عن طريق لما تحدثت عن طريق تمويل هذا المشروع وهذا المهرجان، أنا التمست وكأنها يعني مشيت بطريقة ريعية، أخذ أموال من معلنين أو من رعاة أو من مؤسسات مجتمع مدني. أنا أعتقد أن نحتاج نموذج يعني استثماري أو نموذج ربحي يضمن استمراره وتطويره. طبعاً شكراً. أنت دائماً إذا بدأت منتج جديد، ويعني أي منتج جديد قبل لا تنزله للسوق يجب عليك الاستثمار في تسويقه. فهذا استثمار في تسويق هذا المنتج، هذا منتج واستثماري جيد، لكن ما يستوي من أول يوم أنت تستفيد منه أو تأخذ منه ريع. لا، فأي مشروع اقتصادي في البداية هنالك استثمار، مبلغ استثمار، فالاستثمار في الاسم والفعاليات والأرقام التي حضرت إلى هذا المهرجان، الهدف منه أنه في المرحلة القادمة يكون يعني العائد من خلال هذا الاستثمار يكون أكبر إن شاء الله. ويعني هذا مشروع ليس مشروع يعني لسنة واحدة، وهذا لا، لسنوات إن شاء الله قادمة، وهذا الذي يصير في كثير من المنتجات، في كل المنتجات، ما في منتج يعني على مستوى العالم. حتى لو جهاز يعني الهاتف عندك قبل لا تنزل يعني شركة معينة جديدة تجد أن الهاتف إنه منخفض بشكل كبير قيمته، هو أقل عن قيمة السوق اليوم. مثلا على سبيل المثال بعض شركات الاتصالات دخلت في السوق تحاول
تقلل من التكلفة حتى تكون حتى يمكن تكون ان اقل عن الكلفة الاستثمارية لها وذلك لكسب كثير من يعني الأوعية الاستثمارية الموجودة في يعني او من يعني جزء حصة من السوق. بعد ذلك يعني يستطيع التعامل مع المستهلكين لديه بطريقة جيدة. هذا الذي يصير يعني في كل يعني المنتجات. ايضا اذا فتحت مطعم ولا فتحت مقهى جديد اكيد في البداية بتعزم اصحابك وتجي وتقول لهم تعالوا نعطيكم ايام بشكل مجاني. هذا يعني بالمختصر يعني احمد بروحه مشهور ما يحتاج لازم حد. يعني افهم من كلامك سعادتك ان النموذج التمويلي للمهرجان قد يتغير في السنوات القادمه وفق المعطيات الحاليه. نشرتوا ارقام عدد اجمالي عدد زوار قرابه المليون. اي نعم قرابه المليون هو اكيد محفز يعني. اي نعم يعني انت اي شركه تود مثلا الترويج لمنتجاتها وفي مليون شخص ياتي ل يقول ان هنالك ناس متكررين يعني مرات واحد يدخل مرتين ثلاثه فنقص العدد قول 600,000 600,000 رقم ما سهل. 500,000 حتى لو 300,000 رقم ما سهل انك تعلن امام 300,000. اي مجمع رياضي تقدر لها اي وسيله تصل لها. انت اليوم انت تعرف اليوتيوبرز الشباب اللي عندهم فولورز بشكل كبير يعني تحصل ان اعلاناتهم اكيد يعني بارقام عاليه. ليش؟ لان هنالك كثير من المشاهدين لهذه الاعلانات. فمن بالك يعني عندما تاتي بشكل مباشر يسموها فيزيكال يعني موجود انت وتعرض منتج هذا امامك. فاكيد نعم. كثير من الشركات ستهتم انها تكون موجوده في المهرجان في الفتره القادمه وتعلن عن منتجاتها. نعم شكرا سعادتك. اذا مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه الأمسية بعد فاصل قصير نستعرض مجموعة من الأسئلة والمداخلات التي وردتنا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي وموجهة مباشرة لسعادتك. فاصل ولا نعود. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم جميعا. كما عودناكم دائما نستقبل مجموعة من الأسئلة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي لضيف الحلقة وهناك مجموعة من الأسئلة سعادتك التي سنطرحها تباعا عليك ونتمنى أن تكون الإجابة سريعة عليها. أحد هذه الأسئلة كان حول منتزه اليوبيل الفضي في ولاية صحار. طرحتم هذا المنتزه للاستثمار، ما هو الغرض من الاستثمار وما هي التحسينات المتوقعة؟ حقيقة منتزه اليوبيل الفضي يعني كان دائما مقصد لكثير من السياح وكثير من القاطنين في المحافظة. فهناك يعني رغبة في تطوير هذا المنتزه بالشكل المناسب وخاصة أنه هو قريب من ساحل رائع. فنحاول قدر الإمكان عمل كثير من الأفكار المناسبة. احنا يعني نحافظ على الرقعة الخضراء الموجودة في المنتزه ولكن تطوير الخدمات بشكل مناسب. أعطينا يعني المستثمرين يعني دفتر الاستثمار حاليا في وتم بيعه في الفترة الماضية وننتظر الافكار المختلفة من نعم. كذا لكن هنالك نسب معينة للبناء نسب من المساحة 15-20% فقط من المساحة نعم. لانه هناك مساحة خضراء احنا نحافظ عليها لان الهدف من ذلك ايضا يعني تعزيز انسنة المدن وتعزيز البقع نعم. الخضراء في المحافظة. ما هو طبيعة الاستثمار المتوقع؟ عقاري ساعتك؟ طبيعة الاستثمار العقاري أيضا وعمل بعض الخدمات المختلفة مطاعم ومقاهي وما شابه ذلك. وأيضا يعني نتمنى أن يكون هنالك أفكار إبداعية من المستثمرين وهذا ما يعني جعلناه من ضمن يعني معايير التقييم لدينا على مستوى المستثمرين. ملف الخدمات في الولايات مهم جدا ورغم أن هذه الولايات حظت أكيد بتنمية طوال السنوات الماضية لكن التطلعات أكبر. جودة الحياة في هذه الولايات كذلك يحتاج لها عمل كبير سعادتك. اليوم كثير من الولايات يمكن حتى تفتقر لممر مشاه، الناس تمشي على الشارع وتعرض حياتها حتى للخطر. كيف سعادتك وفق الإمكانيات توازنون بين الولايات الستة في توزيع مثل هذه الخدمات في أولويتها وكذلك في أهمية يعني وجود خدمة عن أخرى
حتى يعني تمضي بشكل متسارع. حقيقة هناك كثير عندنا احتياج كبير لكثير من الخدمات الأساسية مثل الطرق، مثل الكثير من المماشي المختلفة، يعني يحتاج يعني جهد كبير حقيقة في الولايات المختلفة. هنالك يعني بعض الولايات فيها كثافات سكانية عالية، يعني مثلا السويق فيها 195,000 نسمة، هؤلاء 195,000 نسمة يحتاج لكثير من الجهد الكبير من ناحية الخدمات، يحتاج والسويق مخطط لها كمركز إقليمي، فيجب الاهتمام بشكل كبير بالخدمات المختلفة فيها. طبعا وفق الإمكانات سنقوم بعمل الكثير من المشاريع المستقبلية في هذه الولاية. أيضا ولاية صحن فيها 155,000 نسمة، يعني أنت الأعداد كبيرة جدا في المحافظة، أعداد السكان، فيؤدي ذلك إلى طلب كثير من الخدمات. هناك أعداد كبيرة من الطرق المطلوبة للرصف في هذه الولايات. أيضا ولاية الخابورة 80,000 عندنا، في لوا 61,000 عندنا، في شنال 83,000، في صحار 234,000. كل هذه الأرقام يعني يؤدي ذلك إلى طلب كبير على الخدمات. سنحاول قدر الإمكان أن هنالك تكون معايير واضحة، مصفوفة واضحة لهذه الخدمات. طبعا بالإمكانيات المالية والإمكانيات البشرية الموجودة نحاول أولا تقليل كلفة المشاريع قدر الإمكان، وأيضا زيادة جودتها. وطبعا هذه معادلة صعبة، تقليل الكلفة وزيادة الجودة معادلة صعبة، وأيضا أنه تكون الخدمات لأكبر قدر ممكن من المجتمعات. أيضا لا ننسى أن هنالك قرى ريفية موجودة وقرى جبلية موجودة، هذه تحتاج لبعض الخدمات. فإذا عملنا على المعايير السكانية والمعايير اللي موجودة في المصفوفات، سيؤدي ذلك إلى أنك تركز الخدمات فقط في التجمعات السكانية الكبيرة، ويمكن سيتم غض النظر عن هذا، وذلك غير صحيح. نتمنى حقيقة أن تكون هنالك كوتة معينة للقرى الجبلية والقرى النائية أو الريفية. كل هذه الخدمات بتكون لها يعني وضوح تام. الفترة الماضية يعني احنا عندنا ألسنة المدن وموانئ الصيد، يعني نود عمل بعض المشاريع في موانئ الصيد المختلفة في ولايات المحافظة. أيضا بعض المشاريع التجميلية الخاصة بالطرق، أنا نود أن نعمل طريق فقط، نود أن نعمل شارع كامل متكامل، شارع يعني طريق للسيارات، أيضا ممشى للمشاة، وأيضا طريق للدراجات. يكون هنالك نوعية من التشجير في ولايات المحافظة المختلفة. طبعا هنالك تركيز على بعض المحطات الإقليمية للشاحنات، لأن هنالك كما ذكرنا هنا منطقة لوجستية، فإحنا لازم نشتغل على بعض الميزات بطريقة تجميلية رائعة. زيادة الرقعة الخضراء، سيتم الإعلان عن بعض المشاريع الجديدة في ذلك. فنحاول توزيع المشاريع في هذه القطاعات المختلفة، ونحن في لقاءات مباشرة مع المجتمع حتى يعلم ماذا تقوم فيه المحافظة الفترة القادمة. وهنالك أكيد ستكون عندنا أخطاء، هذه الأخطاء طبيعية، لأن كل ما اشتغل الشخص أكيد يكون هنالك بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء سيتم تداركها من خلال وسائل الإعلام، التغذية الراجعة من المجتمع. المواطنين يأتون ويرجعون إلينا ويبلغون ببعض يعني السلبيات الموجودة في بعض المشاريع، سيتم تعديلها وفق الإمكانيات المتاحة. معيار أقدمية الطلب أحيانا في طلب رصف بعض الطرق سيتغير، وسندخل في معايير شوية مختلفة تعتمد على المصفوفة وعلى مدخلات أكثر. نعم. طبعا هذا واحد من المعايير اللي موجودة نفس الشيء، لأن الحين كل حد يقول أنا طلبي أقدم، نعم، لأنه هنالك بعض القرى القديمة وهنالك مخططات حديثة، فأنت تحاول توزع التنمية بين ذاك وذاك. نعم. ناخذ مداخلة من أحد الشباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رقية العجمي. بالحديث تحدث سابقا سعادتك عن الميزة النسبية للقطاع أو الموقع اللوجستي للولاية، وكوني أحد المهتمين بهذا المجال بقسم اللوجستيكس والسبلاي تشين ومدى أهميته أيضا للولاية، ما هي التسهيلات التي تقوم بها المحافظة أو الولاية بالنسبة لميناء صحار لاستلام الشحنات من الموردين الدوليين، وأيضا هل هناك اتجاه لتمكين مطار صحار لاستلام شحنات دولية تخدم الشركات العالمية الموجودة في ميناء صحار والمدينة منطقة مدائن الصناعية؟ أيضا قبل أقل من شهر استقبلنا في مقر عملي أحد المستثمرين الدوليين، وذكر نقطة مهمة جدا أسعد بنقلها لسعادتك. أضاف من خلال انبهاره عن السلطنة وعن صحار وعن غيره،
قال أنا أشوف عمان كأنها الصين الوطن العربي أو الصين لدول الخليج. هذه التفاتة جدا رائعة، بس شوية تحتاج يعني نحن نهتم أو تخوفنا من ناحية البنية التحتية، البنية التحتية لمطار صحار، لميناء صحار. لازم نجهز هذه الأشياء على مستوى يليق بمقارنة بالصين. فهل هذه الأشياء جاهزة؟ هل هناك في خطط لتمكين هذه البنى التحتية؟ شكرا. سؤال جدا مهم، ينم على معرفتك وعلى اطلاعك الكبير في قطاع الأساسي وقطاع الرئيسي هنا في محافظة شمال الباطنة. طبعا الميناء، أولا الميناء احنا عندنا حوالي يعني وصلنا 700,000 حاوية، الميناء يستوعب لمليونين و400,000 حاوية. يعني إذا تم على حسب الزيادة للاقتصاد يعني الطبيعية، سيحتاج لنا يمكن 15 سنة لحد ما يكون يعني الميناء نستخدمه استخدام الأمثل أو استخدام التام الكامل. ولكن هنالك يعني رغبة في توسعة الميناء، هل نستطيع تحقيق ذلك من خلال بعض الأرقام؟ يعني هنالك أرقام صعبة حقيقة من خلال بعض التعويضات في الميناء، ولكن قد يتم الالتفات لها في المستقبل القريب. أيضا مطار صحار، طبعا مطار صحار جميع البنى التحتية جاهزة لديه، لكن هنالك يعني منطقة استقبال المسافرين، هناك يعني مبنى كان مؤقت تم العمل عليه في المرحلة الماضية. طبعا كثير من الرحلات تمت في المرحلة الماضية، ولكن كثير من شركات الطيران ترغب في كثير من الخدمات على مستوى يعني الأرضي، فهناك عزوف بعض الشركات الطيران بسبب عدم وجود هذه يعني الخدمات المختلفة، منها يعني خدمات الشحن الآلي وخدمات استقبال المسافرين بالطريقة المناسبة. فتم رفع مقترح مناسب يعني غير يعني اللي موجود حاليا. هناك يعني عدة مقترحات، مقترح بسيط، مقترح متوسط، مقترح عالي. فأتمنى حقيقة الأخذ بالمقترح المتوسط لأن لما لديه من عوائد إيجابية، وهذا الموضوع قائمة في وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات مع هيئة الطيران المدني، أيضا مع الشركة العمانية لإدارة المطارات. هناك اجتماعات في هذا الجانب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نرى ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. هذه الميزة في الميناء وفي المطار تعطي المستثمرين الأجانب كثير من الميزات المختلفة، لأن عندنا منطقة الصحار الحرة يعني اللي ما فيها يعني ضرائب، يعني خالية من الضرائب، فهذه يؤدي لنا كثير من الاستيطان كثير من المصانع في هذه المنطقة. وعندنا احنا اتفاقيات دولية، مثلا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تجعل جميع الصادرات اللي موجودة هنا يعني تذهب للولايات المتحدة بدون أي ضرائب، فهذا يؤدي ميزة نسبية لسلطنة عمان عن بقية دول الإقليم في هذه الاتفاقية. فهناك كثير من التجار يرغبون من تصدير بضائعهم وتصنيعها في السلطنة، حتى يكون يعني بعض الخاصة يعني المستهدفين للسوق الأمريكي تكون يعني بضائعهم بشكل أرخص هنالك. فهناك كثير من الميزات الموجودة، والذي يعني أحث الشباب على يعني البحث عنها ومعرفتها حتى نستطيع منافسة جميع دول العالم في هذا القطاع المهم. شكرا سعادتك، بناخذ مشاركة من هنا وبعدين نرجع لك دكتورة. السلام عليكم، معكم صبح الكندي. فسعادتك، مع اقترابنا من السنة الجديدة 2023، هل ستكون هناك خطة عمل منشورة من قبل مكتبكم؟ أي نعم، هناك خطة عمل يعني تم رفعها الجهات المختصة حتى يتم اعتمادها. بعد اعتمادها سيتم حقيقة يعني الجلوس مع المجتمع مع وسائل الإعلام حتى يعني يعرفوا بالضبط ماذا سنقوم به في خلال السنة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ناخذ مداخلة أخرى، تفضل. أحمد بن سالمين الكمشكي، عندي سؤالين سريعات. بالنسبة لمشروع طريق الباطنة الساحلي، ما هو مدى اهتمام سعادته في هذا الملف؟ اليوم الحكومة صرفت مليارات الريالات ولكن لا زال المشروع متوقف. شكرا. طبعا طريق الباطنة الساحلي مشروع كبير ورائع، وسيؤدي يخلق كثير من الفرص التجارية المختلفة والسياحية. طبعا تم العمل على إكماله لولاية السويق حاليا، أيضا من ولاية شناص هناك يعني الجزء مكتمل بشكل كبير. هناك كثير من الصعوبات التعويضية موجودة في ولايات يعني من السويق إلى الخابورة إلى صحم إلى ولاية صحار.
طبعا هذه تم العمل عليها من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنهاء هذه التعويضات، ومن ثم الانتقال مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى إكمال هذا الشارع. ففي هناك متابعة مستمرة مع الجهات المختصة لإكمال هذا الشارع، لأننا نعتبره سيخلق الكثير من الفرص المناسبة. شكرا سعادتك. تأخذ آخر مداخلتين في الحلقة اليوم، تفضل. أهلا وسهلا سعادتك، معك نعمة السعدي. أنا طبعا من ولاية السويق. بما أني أنا من ولاية السويق، وتعتبر السويق هي البوابة الرئيسية تعتبر لمحافظة شمال الباطنة، وش الخطة المستقبلية بما أن السويق تعتبر كذلك موقع استراتيجي واقتصادي وسياحي، وش الخطة اللي عاملينها لتطوير ولاية السويق؟ ثانيا، هل أبناء السويق هل ممكن أنهم يكونون من ضمن الأخذ باقتراحاتهم لتطوير هذه الولاية؟ نعم. شكرا. ابتدي من اخر سؤال. طبعا اكيد يعني احنا نتمنى يعني افكاركم، نتمنى تطلعاتكم، نتمنى كثير من المقترحات الجيده المناسبه من ابناء ولايات المحافظه بشكل عام، لان انا مؤمن حقيقه شديد الايمان ان ابناء المحافظه هم اكثر قدره على الابداع في ولاياتهم، لانهم يعرفوا مكونات الطبيعيه والجغرافيه والسكانيه والمجتمعيه اللي موجوده في ولاياتهم. هذا يؤدي الى ابراز جوانب قد لا تكون مرئيه لدى كثير من الموظفين يعني اللي موجودين اللي يمكن من خارج هذه الولايات. فاتمنى حقيقه اشراك يعني الشباب افكارهم ومقترحاتهم، والمجال مفتوح لذلك ايضا من خلال ولايه السويق ويعني المشاريع المختلفه اللي موجوده. طبعا مثل ما ذكرتي هنالك يعني ميناء السويق، وهناك الشارع الساحلي اللي موجود، وايضا يعني مدخل ولايه السويق سيتم تطويره بشكل جيد، وهناك ايضا تركيز على ايجاد متنفس مناسب في ولايه السويق يجذب الكثير. ما يميز ولايه السويق عن الولايات الاخرى ان 45 دقيقه من ولايه السويق تصل الى 1,600,000 نسمه، يعني من ولايه السيب يعني فيها 475,000 نسمة، نأتي إلى ولاية بركة فيها 180,000 نسمة، ولاية المصنعة 101,000، رستاق 120,000 نسمة، عندنا طبعا ولاية السويق 195,000، عندنا في الخابورة في حدود 80,000، عندنا في صحن 155,000، صحار 234,000. هذه البقعة الجغرافية كثافة سكانية 1,600,000، أي مشروع استثماري كبير في ولاية السويق يجذب الناس إليه سيجد النجاح إن شاء الله. هذا ما أتوقعه خلال استراتيجية الموضوعة لولاية السويق إن شاء الله. شكرا سعادتك. بشكل سريع لضيق الوقت، سعادتك في أماكن سياحية جدا ترى جميلة في ولاية السويق، ونتمنى أنكم تنظرون لها، مثل اللي هو الرمال شمايق، هذه كانت جدا جدا جميلة وبإمكان استغلالها بشكل أمثل، وفي نفس الوقت راح تدر دخل سواء حق الأفراد إذا كان مثلا عشان وجود وظائف لهم، كذلك للدولة. فأتمنى أنكم تحطوا نظر عليه. هذا طبعا مقومات المحافظة كبيرة ذكرناها سياحيا، من ضمنها يعني عندنا رملة المشايق، وعندنا الجبال المختلفة، الأودية المختلفة من يعني في ولايات المحافظة المختلفة، أيضا السهول والمزارع المختلفة، وأيضا البحر. فعندنا مقومات كثيرة مختلفة بين يعني الصحراء والجبل والسهل والبحر، وهذه كل هذه البيئات المختلفة تؤدي إلى إظهار كثير من الأماكن السياحية التي يجب علينا جميعا إبرازها بالطريقة المناسبة. أتفق معك في ذلك إن شاء الله. شكرا سعادتك. ناخذ مشاركة الختامية. السلام عليكم، معكم آمنة الشيزاوي. يمكن سؤالي طرح الأخ الجانب الآخر اللي هو حول أنه في ظل وجود ميزة تنافسية لمحافظة شمال الباطنة بشكل عام، ولا نخص بالذكر ولاية صحار، وأيضا بالنسبة للتوجهات الطموحة من قبل مكتب محافظة شمال الباطنة، وجود رؤية أو خطة تعلن سواء بشكل سنوي أو بشكل مثلا كل 5 سنوات، أنا أراها يعني أنها خطوة بتكون جدا ممتازة، لأنها من خلالها راح نحقق التكاملية في الأدوار، سواء تكاملية الأدوار من قبل أفراد المجتمع نفسهم، من قبل أيضا الشركات العاملة في المنطقة، وأيضا مشاريع الاستثمار الاجتماعي. فهل توجهكم يعني الإعلان عن هذه الأمور بشكل سنوي أو يعني خلال فترة زمنية معينة؟ حقيقة هناك توجه حتى يكون هنالك بشكل سنوي، هناك أيضا يعني
دعوة للشفافية بشكل عام يعني في الحكومة في جميع الوزارات، هناك دعوة للبيانات المفتوحة، نتمنى حقيقة دائما البيانات تكون واضحة ودقيقة ومفتوحة للجميع حتى يستغلها الشباب ويستغلها المستثمر استغلال الأمثل، لأن هناك يعني بعض المعلومات التي تؤدي للاستثمار في مكان معين، مثلا حبيت أفتح يعني أي نشاط تجاري معين ممكن أعرف يعني الفئة العمرية اللي موجودين في هذه المدينة أو هذه الولاية أو هذه القرية، هل هم من عمر مثلا 30 إلى 40 فأنا أفتح هذا النشاط لهذا العمر، أو عمر مثلا من 15 إلى 30 أو ما شابه ذلك، أو النساء أكثر من الرجال، أو الأجانب اللي موجودين من أي جنسيات موجودين من الجنسية معينة يحبوا هذا النشاط التجاري المعين، فهذه البيانات تؤدي بصراحة إلى استفادة المستثمرين من خلالها يعني أدي إلى نجاح استثماراتهم بطريقة الجيدة، فأتمنى إحنا هنالك دعوة بذلك وإحنا سنكون قدر الإمكان يعني شفافين ونطرح كل ما لدينا، لأن في النهاية نعتقد أن المجتمع شريك حقيقي لدينا، وهذا نطمح له أيضا في من خلال مجالس البلدية المختلفة، يعني مجالس البلدية سيكون لها دور كبير حقيقة في المرحلة القادمة في إشراك المجتمع في طموحات المحافظة وأهدافها وتطلعاتها وخططها، فممثلي المجالس البلدية سيكون لهم دور كبير في نقل هذه الصورة للمواطنين من خلال الناخبين لديهم. نعم، شكرا لك سعادتك. والنقطة الأخيرة قبل الختام، بما أنك أشرت المجالس البلدية ودورة جديدة وأسماء جديدة ستكون أكيد إضافة للعمل في المحافظات، سعادتك الأدوار الجديدة التي نتوقعها من أعضاء المجالس البلدية، التجربة ثلاث دورات أتوقع دورتين سابقات كانت كافية ربما للبداية والانطلاقة، لكن الأدوار الجديدة لأعضاء المجالس البلدية التي يعني تتزامن مع الأدوار الجديدة كذلك للمحافظات أو للمحافظين عفوا، فكيف تنظرون لها سعادتك وتفعيلها بشكل كبير؟ طبعا المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي يعني احنا نعتبرهم شركاء حقيقيين فاعلين للخطط التنموية القادمة، أتمنى حقيقة من أعضاء المجلس البلدي النظر بإيجابية من خلال إشراك المجتمع إشراك المناسب حتى نستقي أكثر قدر ممكن من الأفكار ومن الطموحات من خلال أبناء وبنات المجتمع حتى يعني ينقلوا ذلك إلى المجلس بطريقة جدا رائعة وطريقة جدا علمية. أيضا أتمنى حقيقة من الشباب المتخصصين في مختلف المجالات، مثلا المجال الصحي، المجال التعليمي، المجال الاستثماري، أي مجال مختلف، يعني أتمنى حقيقة يعني تغذية أعضاء المجلس البلدي التغذية المناسبة حتى يستطيعوا نقل كثير من معرفتهم وتجاربهم إلى المجلس البلدي، لكون المجلس البلدي لديه الكثير من الإمكانيات في المستقبل القريب، وخاصة أنه يعني المحافظين موجودين كرؤساء للمجالس البلدية، فأتمنى حقيقة إشراك المجتمع إشراك الحقيقية المناسبة من خلال أعضاء المجلس البلدي الذين يعني نعتبرهم شركاء فاعلين حقيقيين في المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سعادتك على هذه الأمسية في برنامج مع الشباب، كنت ضيفا عليهم وكذلك على أسئلتهم ومداخلاتهم ومقترحاتهم، الكلمة الأخيرة لك سعادتك. حقيقة أنا أشكركم على هذا البرنامج الرائع وأشكر جميع الأخوة الحاضرين وأشكر جميع حقيقة الشباب والشابات المشاهدين لهذا البرنامج، ويعني أدعوهم حقيقة لاستغلال الكثير من الفرص الموجودة في سلطنة عمان ولإبراز هذه يعني هذا البلد الطيب، يعني لأن هنالك قيادة حكيمة تود أن يعني تنقل لهذا البلد إلى نهضة متجددة واقعية تصل إلى رؤانا جميعا، وهي رؤية عمان 2040 التي أراها جدا طموحة وتستوعب طموحاتنا وأحلامنا إن شاء الله. فكل الشكر والتقدير لكم جميعا على استيعابكم وعلى استماعكم لهذا الكم من المعلومات المختلفة التي تم إلقائها من هنا وهناك، ونتمنى حقيقة استغلال كل الفرص لديكم في المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سعادتك، والشكر لجميع الشباب الحضور في هذه الحلقة المميزة من محافظة شمال الباطنة بالتحديد ولاية صحارة، شكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحيات مخرجنا الأستاذ إبراهيم الشريقي وفريق العمل، ومني أنا عبد الله السعيدي، في أمان الله.